اما مبغوط عليه تغطيه ضعيفه ضعيفه التغطيه، حول المكان اللي انت فيه. انا نسمعك انت ما تسمعني يا مبغوط، يا مبغوط صوتك تقطع، حول المكان اللي انت فيه. تمام انا بتصل بك بعدين. يلا تمام، خلص الشاي يا جماعه الخير. هلا بكم يا جماعه الخير في اخر حلقه من الموسم الاول من برنامج النفق على شاشه قناه المكله. يا جماعة الخير، العام الجديد اللي تأملنا انه حد يحس فينا شوي، توقعنا ان العام بيبدأ ببشارة بحاجات حلوة كده تفتح النفس، لكن للأسف يا جماعة الخير البلاد هود هو الحال ماشي تغير فيها، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت، تخرج من الصباح يا فتاح يا عالم، تسد نفسك عريق تسد نفسك، كلنا نشوف ونعاني من حال المشاريع والطرقات، وكلنا نشوف نتيجة العمل العشوائي، يا جماعة الخير عاد حتى مع عبر شهر قد رجعنا بشو من جديد، وبعض المواقع يا جماعة الخير قد بدأت تتشقق وتتشرخ، أين القيبة هيدا؟ وانحنبت وسط الزحمة بغابة تتصل، ماشي التغطية، أقوم دور لك مكان فوق التغطية، وكم من مواعيد قد تبطلت بسبب الزحمة هودا، كل أبوه شارع واحد وزحمة ومعطل، أين القيبة هودا الشارع؟ مواعيد تبطلت، واتصالات ماشي، وكم 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 يا جماعة الخير بنعدد لمان بكرة، وكم من معاناة يعانيها المواطن في شؤون حياته، لو جينا للرواتب يا جماعة الخير، الرواتب منعدمة يا جماعة الخير وتتأخر جم، تعبر أشهر يا جماعة الخير والجنود بالأروات على إيه وهم أول بأول يداومون، وانت غابوا يوم والله يومين قسمتوا عليهم، يا جماعة الخير ديل جنود هم أساس حضرموت هم اللي يسيرون الأمن، لولاهم يا جماعة الخير ما وصلنا للحال ده، والله كل يوم راح أشوفوا المحافظات الثانية، والله كل يوم في حروب، كل يوم وهم بسرقة عيني عينك، بس حنا الحمد لله يعني الأمن مسير عندنا، مفروض الجنود رواتبهم تمشي أول بأول يا جماعة الخير، ما تتأخر طول، لكن يا جماعة الخير أصبحنا كلنا ضحية لحكومة الفنادق. بدأنا العام الجديد يا جماعة الخير وراح معاه حلم صيف بارد، يعني بالله عليكم إذا ما استقرت الكهرباء في الشتاء كيف بغزوها تستقر في الصيف؟ ومع هذا العام الجديد يا جماعة الخير ما زلنا نسمع ونشهد بقضايا فساد متنوعة، شيء ظهر منها وشيء عاد مخفي يا جماعة الخير، وما خفي كان أعظم يا جماعة الخير، ربنا يستر ربنا يستر، مساحات عامة يا جماعة الخير يتم البسط عليها يومياً، يومياً يتم البسط عليها، ومخططات سكنية عامة عشوائية، يا جماعة الخير أنتم عارفين إنه قبل كم أيام هنا مستودع كامل كبير فوق آلاف الكراتين من الحليب، تم ضبطه يا جماعة الخير، كل أبوها منتهي. يا جماعة الخير بالله عليكم لو نزلت في السوق مش كارثة كبيرة مش جريمة كبيرة بحق الأطفال، لم يكتمل شهر واحد يا جماعة الخير من العام الجديد ولا زلنا نبحث يا جماعة الخير عن أبسط حقوقنا حقوقنا الكريمة، موسم كامل ونقيم يا مخرج الكرسي هنا تبي لست عاف الله تعبت والله 2020 يا جماعة الخير العالم يتطور ويحقق أرقام وإنجازات ونحن حلبنا في دولة حققت الرقم الأول، الرقم الأول حققناه في واجب جماعة الخير بالله حققناه فيه، حققناه 100% في نسبة البحث عن الجنس عبر الإنترنت، احنا مستغرب يبنى المركز الأول في البحث عن الجنس في النت، ونحن الدولة المركز الأول في ضعف الإنترنت، يعني كيف لقد نحن النت قوي كيف نشيل المركز قبل الصفر، مع الأسف يا جماعة الخير هي هذه الدولة شوفوها اللي تغنى بها الساس، وهي هذه برضو الثقافة اللي يسعون فرضها علينا، عام جديد يا جماعة الخير يتجدد بأحلام بسيطة، كهرباء، ماء، طريق مستوي، نت سريع، شوية تربية، تعليم، صحة، حصة حضرموت يقسمونها بينهم، بس هو ده المطلوب، ماشي تاني كده كبير يعني. في هذا العام يا جماعة الخير ما بنكتفي عن هذا الحد، وسنستمر في هذا النفق، وبنحاول نحن نظهر صوت المواطن وأن نظهر قضاياه للعلن، سنكون بإذن الله أداة فعالة وسط هذا النفق، بس بقولكم حاجة، همنا مش استغلال مشاكلنا وقضايا مجتمعنا، بقدر إظهار من استغل هموم المواطن تاجر بقضاياه، لا، وفي الأخير سنسعى إن شاء الله أن نظهر في موسم ثاني أفضل من سابقه بإذن الله، أفضل وأقوى بإذن الله، النفق عاد طويل وظلمته بتزيد، لكن انتظرونا في الموسم الثاني بشيء أقوى. قالوا والحال تصفه اسبوعين طايره العياني فضعف الامكانيات وعدم قيام الجهات الخاصه الجهات الا الا اوه كده بتلخبط بقى عجبك ايه والله والحاجة القوية في الموضوع ان بعض السوبر ماركات
والحاجة القوية في الموضوع ان بعض السوبر ماركتات يلقون عروض. تفضل. اوه مالك. انا دكتور انا مقلوب الورقة. يوم نتعطف نتذكر انك تقول لي الف. ما معنى الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن شكله نفقنا طويل. معنى الا ان ننتظره مساء كل جمعه الساعه 10 عوالي في شاشه على شاشه قناه المكله. وان كانك تتابعنا على السوشيال ميديا انت دحين اللي تشوفنا دحين، سوي لايك للفيديو واشتراك في القناه واترك تعليقك تحت لانه مهم عندنا، ولق الجرس تن 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 عشان يوصلك الفيديو كل جمعه.